الأنبياء صفوة الخلق وأحب الخلق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هم أشد الناس بلاء، ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. يكفر الله سبحانه وتعالى بالهموم والغموم والفتن والمحن ذنوب العبد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قالت: والله يا محمد لا يخزيك الله أبدا، ما من بلاء وما من محنة تمر على أي أحد منا إلا وقد مر مثلها على أنبياء الله ورسله أضعاف مضاعفة. لكم أن تتصوروا أنهم خططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وللخلاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرجني أنا قومي، وهم الذين يتشرفون بي، وهم الذين يتحاكمون إلي، هم الذين استأمنوني على كل أموالهم، يخرجونني أنا بعد ذلك من مكة؟ قال: نعم يا ابن أخي، ما من نبي ولا رسول إلا أوذي في الله تبارك وتعالى.